ازيكم احلى ناس في العالم، انا شيف عمرو حلمي وده طبخينها سوا على انرجي. كل يوم هكلمكم عن الاكل قبل الفطار في رمضان. النهارده المنيو عالمي شويه، هعمل كوردون بلو سويسري وكمان هعمل جنبه قطايف عصافيري شامي. يعني ايه الكلام ده؟ اتفرجوا على الحلقه دي دلوقتي. عشان بقى نعمل احلى كوردون بلو هنحتاج الادوات دي: اكياس ثلاجه، مدق، طاسه للقلي، حله لصوص الجبنه، ترمومتر زيت، 3 بولات للبانيه، معلقة مخرمة، شبكة أو مصفة، وأطباق للتقديم. المقادير بقى نحتاج 4 صدور فراخ مخلية ومفتوحة من النص زي الكتاب كده، 4 شرايح جبنة جودة، 4 شرايح جبنة تشيدر، جبنة موتساريلا، 4 شرايح تركي مدخن، بابريكا، مستردة حب، ملح وفلفل، وزبدة. وللتعفير بقى محتاجين 4 بيضات، زعتر ناشف، ملح وفلفل، بقسماط ناعم، واربع معالق زبده متدوبه، ودقيق. الصوص بقى نحتاج له زبده ودقيق ولبن وموتزاريلا مبشوره وشيدر مبشوره، مستردة، زعتر، بابريكا وملح وفلفل، وهنعمل بيه احلى صوص جبنه خطير. الاول خالص بقى عشان نعمل كوردون بلو هندق الصدور الفراخ بين كيسين تلاجه لحد ما يبقوا رفيعين، وسمك الصدر متساوي ما فيهوش حته رفيعه وحته تخينه. دلوقتي بقى هندهن الصدر ده بزبده ومستردة ونتبله بملح وفلفل وبابريكا وزعتر. بعد كده هنرص حته تركي مدخن او رومي مدخن وفوقيها حته جوده وحته شيدر احمر، ونقفل عليهم حته الفرخه كويس جدا ونتاكد ان مفيش حاجه من الحشوه طالعه بره. هنحط الدقيق في طبق والبيض في طبق والبقسماط في طبق، ونتبل الثلاثه بملح وفلفل وزعتر، وبعدين هنصب الزبده السايحه على طبقه البقسماط ونقلبهم مع بعض. نغطي بقى الفراخ بالدقيق وبعد كده البيض وبعد كده البقسماط. هنسيبها في التلاجة نص ساعة عشان الطبقة الخارجية تتبل وتمسك في الفراخ فما تقعش واحنا بنقليها، وفي نفس الوقت تدي القرمشة اللي احنا عايزينها. هنطلعها من التلاجة وبعدين نقليها في زيت على نار متوسطة لمدة 7 دقايق تقريبا. بعد كده هنطلعها على شبكة تحتيها مناديل مطبخ عشان تصفي الزيت وفي نفس الوقت ترتاح لمدة 5 دقايق. على بقى ما الفراخ ترتاح تعالوا نعمل صوص الجبنة. أول حاجة هنسيح الزبدة وبعد كده ننزل بالدقيق ونقلبهم مع بعض كويس بالمضرب السلك لحد ما يدوا لون أشقر كده. نحط التوابل والمستردة ونقلبهم تقليبة، وبعد كده نحط اللبن. نفضل نقلب عشان ما يبقاش فيه كتل، وأول ما القوام يبدأ يتقل هنزود الجبن ونكمل تقليب لحد ما تسيح. في طبق هنرص الفراخ وممكن نقسمها نصين بالعرض أو نسيبها زي ما هي ونصب فوقيها صوص الجبنة ونقدمها على طول وهي سخنة. وكده بقى عندنا احلى كوردون بلو مع صوص الجبنه الخطير. ما تروحوش في اي حته عشان لسه اقول لكم على وصفه القطايف العصافيري. انتوا بتسمعوا طبخينها سوا مع شيف عمرو حلمي. تعالوا بقى نعمل احلى قطايف عصافيري بالكريمه. هنحتاج ليها بول عشان نضرب فيها الكريمه، مضرب بيض، سباتولا او اداه تقليب، كيس حلواني، وطبق للتقديم. ندخل على المقادير. هنحتاج قطايف عصافيري أو القطايف الحجم الصغير ده، 250 جرام كريم تشيز أو جبنة كريمي، 125 جرام لبن مكثف محلى، نص معلقة كبيرة مية زهر وده اختياري، 250 ملي كريمة حلويات، فستق مجروش أو سوداني، وزر الورد أو الورد المحمدي وده برضو أكيد اختياري. تعالوا ندخل على الطريقة. في بولة كبيرة هنضرب الكريم تشيز مع اللبن المكثف ومية الزهر. هنجيب بولة تانية ونضرب كريمة الحلويات لحد ما تمسك نفسها، بس نخلي بالنا ما نضربهاش زيادة لحسن تقلب زبدة معانا. نقلب بقى الكريمة مع خليط اللي هو الكريم تشيز أو الجبنة الكريمية بالراحة وبالتدريج لحد ما نخلص الكمية كلها، ونصب الخليط ده في كيس حلواني. هنجيب بقى القطايف العصافيري ونقفلها نص قفلة ونحشيها بخليط الكريم تشيز مع الكريمة ده، وخلاص كده. يلا بينا بقى نقدم القطايف ونرصها في طبق التقديم ونرش على الوش فستق أو سوداني والورد المحمدي. آخر حاجة، لو عملتوا الوصفات دي صوروها قبل ما تتنسف ونزلوها ستوري على إنستجرام وفيسبوك وعملوا لي منشن أنا وإنرجي إيجيبت عشان نشيرها لكم. ونصيحة كمان، ما تفوتوش حلقات كل يوم من طبخنا سوا في رمضان الساعة 4 إلا ربع قبل الفطار عشان أتعرفوا وصفات وحكايات أول مرة أقولها. عمرو حلمي.